الحمد لله دابا تجمعوا درنا مجموعة ديال الدورات. ما شفتوا قدمنا حصيلات كتاب الدولة التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في كل المواضيع المتعلقة بالبرامج الأفقية، البرنامج الوطني لتطهير السائل، البرنامج الوطني لتدبير النفايات، وكاين برامج جديدة على اعتبار أن اليوم كاينة كلفة مالية اقتصادية اجتماعية تنبوية اللي كتنتج على التدهور البيئي، اللي دراسة أكدت أنها كتصل إلى 32 مليار سنويا كيفقدها المغرب ككلفة في التدهور البيئي. لهذا احنا عندنا برنامج جديد فيما يتعلق جودة الهواء، غيولي عندنا برنامج وطني لجودة الهواء. بدينا في التفعيل ديالو على المستوى الترابي بربعة ستة ديال الجهات اليوم عندهم لجان المناخ، وغنديروا تكون عندنا يعني تغطية ديال الشبكة ديال التقييد، بحيث المغاربة كيوليو عندهم كيعرفوا جودة الهواء في المستوى الإقليمي وجهوي ومدينة، ومن بعدها السادة العمال والسادة الولاة كياخذوا التدابير اللازمة اللي هي تكون عندها معلومات مبنية على معطيات تقنية، كتخاض يعني تبعا إما دوريا أو شهريا، وثم التقرير غيكون دوري سنوي. من جهة عندنا برنامج جديد آخر هو مهم أيضا ما يتعلق بلاميتيزاسيون في تطهير السائل، على اعتبار ان في العالم القروي ان شاء الله غادي يغطي 1207 مركز قروي صاعد. اليوم الاشكال الحقيقي اللي كاين في القرى اللي هي محضن ايضا النشاط الفلاحي والتلوث اللي لا قدر الله يوصل الفرشه المائيه، واليوم هذا البرنامج غادي يعالج هذا الاشكال هذا، بالاضافه انه غيسمح لنا هذا هو الجديد في البرنامج، غيسمح باعاده استعمال مليار متر كوب ديال المياه العادمة إلى حدود 2040، وهذه دراسة درناها والبرنامج تمت المصادقة النهائية ديالو على جميع الشركاء احنا والداخلية والتجهيز وأيضا الفلاحة، بحيث أن الفلاحة المهنيين غادي يمكن لهم في المرحلة الثالثة من استعمال هذاك المياه اللي تعالجت ثلاثيا، وهذه الحمد لله كاينة في مجموعات البلدان كثيرة. بلادنا كاينه فيها مجموعه المشاريع النموذجيه كما عرفتوا، ولكن اليوم غيولي مساله تلقائيه وتولي مدمجه في هذا لو بروغرام يزيد ولا سيميسمون في المجال القروي. بالاضافه كما كتعرفوا اننا جلاله الملك اعتمد في 2017 الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه، عملنا مخططات قطاعيه 19 مخطط قطاعي، بالاضافه لمخططات جهوية معتمدة غيوافق غي المخططات القطاعية يتم القرار بها من طرف السيد رئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن بلادنا غتبدأ فيما يتعلق بمثالية الدولة، وهذا فيه ورش ديال تثمين النفايات اللي كاينة في الإدارة، ورش ديال كذلك النفايات خاصة الإلكترونية اللي غتكون صفقات تطلق مستقبلا في القريب العاجل اللي تتمين النفايات خاصة الإلكترونية، ثم اعتماد البنايات المستدامة، بالإضافة إلى اعتماد السيارات الإلكترونية اللي احنا أصلا كتب الدولة صفقة طلقناها والإدارات ستطلقها قريبا بعد المصادقة على النسبة، واش نمشيو في 10% ولا 40%، هذا موضوع قرار ديال اللجنة الاستراتيجية اللي غيترأسها السيد رئيس الحكومة فرانسيس سامو، بالإضافة إلى واحد الورش اللي هو واعد اللي فيه جوج الحوايج، مخطط وطني للحمايات الساحل، وكذلك المخطط الوطني اللي واجد ديال المناخ اللي اعتمدنا واصلا رسلنا منه واحد الجزء اللي عنده علاقه بالمساهمه المحدده وطنيا، يعني كيفاش بلادنا هاد المجالات اللي فيها صعوبات وفيها هشه كيفاش نجيبوا لها بعض التمويلات باش ممكن نديروا مشاريع في بعض الجهات باش نقاوموا التغير المناخي. وحنا عملنا في هذه السنه وسنواصل على تسريع الاجراءات وتنفيذ البرامج الكائنه، خاصه البرنامج اللي عنده علاقه بالنفايات، البرنامج الوطني لتدبير النفايات. الحمد لله في حصيله عندنا في 4 المراكز اللي احدثت، وعلى اساس نمشيو ل 50 مركز، 14 مبرمجه في 2019 والباقي مبرمج الى حدود 2021. التحويل تم يعني ل 14 ومبرمج ب 2020 و2021، ونواكب الجماعات الترابيه بالمواكبة التقنية وأيضا بالمواكبة العملية عن طريق المديريات الجهوية.